إذن النفس المطمئنة نتيجة، نتيجة لما؟ نتيجة للنفس اللوامة. فالنفس على إطلاقها أمارة. امرأة العزيز ماذا قالت وهي تتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ قالت: وما أبرئ نفسي، إن نفسي لأمارة بالسوء. لا، قالت: وما أبرئ نفسي، فأطلق الله تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. النفس على إطلاقها أمارة بالسوء. الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة الذين يخاف الله تبارك وتعالى ماذا يفعلون؟ اسمعوا: يعد الأنفس لتكون لوامة. وهنا أتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مسألة المحاسبة دي، حاسبوا أنفسكم، هي النفس اللوامة. تيجي بالليل تقول لك: عملت إيه النهاردة؟ لماذا قلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ ولماذا أديت كذا؟ ولماذا لا تقيم الصلاة؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ فتنهاك في آخر يوم وتصحح لك المسيرة في الغد. ومن النفوس اللوامة نفس تلوم صاحبها كل سنة. تلاقي الرجل في رمضان انضبط، في الحج انضبط، وبعد كده يتفلت مرة أخرى. يبقى دي نفس لوامة بس على هواها، تلوم في المواسم والمناسبات. أما المؤمن الحق فهو الذي قبل أن يرقد على فراشه كل ليلة وقبل أن ينام كل ليلة تحاسبه النفس اللوامة: كيف فعلت هذا اليوم؟ كيف 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 كيف؟ فتتحول هذه النفس اللوامة من نفس لوامة يوميا إلى نفس لوامة لحظيا بالتدريب الذي يحدث لها كل ليلة، تلومه ساعة الفعل الخطأ: إياك أن تفعل كذا، إياك أن تفعل هذا، إياك إياك. فتأخذه هذه النفس إلى النفس المطمئنة ساعة الموت. يا أيتها، وأكرر، يا أيتها النفس المطمئنة اعملي كذا، لا، افعلي كذا، لا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. فالاطمئنان في لحظة شرحناها لحضراتكم، لحظة هول المطلع عند سكرات الموت، ساعة ترى الملائكة بيض الوجوه، أولئك الذين يقول في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن وجوههم الشمس. ساعة ترى هؤلاء الملائكة، ساعة تنظر إليهم فترى وجوههم البيض التي هي كالشمس، ستطمئن وستعرف أنك أصبحت أو أمسيت من أهل الجنة. ولذلك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، واحد، اثنين، مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله لكل من آمن به الجنة. فاصل ونعود فانتظرونا. الله الرحمن الرحيم. النفس المطمئنة هي النفس اللوامة في الدنيا، والاطمئنان ساعة الموت فقط. ذلك أن مفهوم النفس المطمئنة عند بعض المفسرين أو بعض الشراح على أنها النفس المطمئنة تقسيم من تقسيمات النفس، شرح هذا القرآن الكريم في نفس الصورة التي تضمنت توصيف النفس المطمئنة. ولذلك أرجو أن نفتح آذان القلوب مرة أخرى لنعي هذه النقطة. اسمعوا قول الحق تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعني إيه؟ ساعة ينعم الله عليه بالمال والبنين وكذا 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 يقول ربي أكرمني، أي لن يحاسبني. طالما أكرمني يبقى مش هيحاسبني، ويطمئن ويركن، وهذا يضيع. اسمعوا الآية مرة أخرى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه للصنف الآخر فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، هيحاسبني على إيه؟ هو اداني حاجة؟ هذا مفهوم خاطئ، لا هذا صحيح ولا ذاك، لا الذي قال ربي أكرما ولا الذي قال أهانا. أرجو أن نوسع المدارك. المولى تبارك وتعالى يجيب على القولين كلا، ثم ننتقل إلى موضوع آخر. الكلام ده في سورة الفجر، بل لا تكرمون اليتيم، ده موضوع تاني. لكن كلا معناها إيه؟ لما يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يقول الله كلا. لهذا الكلام منضبط ولهذا الكلام منضبط. كلا كلمة زجر وردع، يعني كأننا بالقرآن يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كلا كلامك مش منضبط. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يقول له كلا، كلامك غير منضبط. يعني كلا قيلت للقولين. طيب إذا كانت كلا تنفي هذا الكلام وترفضه، فما الصواب؟ فتشت في القرآن فوجدت المعنى الذي تتضمنه كلا. هذا قال أكرمني لأنه أغناني، وهذا قال أهانني لأنه أفقرني. كأني بكلا تقول لا الغنى دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة، إنما حل القضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم.